السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جالي سؤالين. السؤال الاولاني من قناة الكبير: لو سمحت، عندي فيديو على قناتي نسبة النقر للزهور 20%، هل لو انا عملته خاص نسبة النقر للزهور بتتحذف من الاحصائيات وبالتالي نسبة النقر بتقل في القناة عموما ولا لا؟ ده سؤال جميل جدا، وعشان اجاوبه محتاج ان انا اشرح. خلاص، يعني ايه بقى نسبة النقر الى الزهور؟ نسبة النقر الى الزهور عندك مثلا في الصفحة الرئيسية في اليوتيوب بتظهر لك فيديوهات او بتظهر للمشاهدين عموما، فالمشاهدين بيدوسوا، يعني بيدوسوا على الفيديو يتفرجوا عليه، فهو عنده في الفيديو ده من كل مية مرات ظهور لمية مشاهد 20 مشاهد شافوا الفيديو، ودي نسبة عالية جدا جدا جدا. بس خسارة انه هيعمله خاص، لانه ممكن يكون محتوى معاد استخدامه، المفروض كان يحط جزء بتاعه حصر ليه هو وبعد كده يقص الجزء اللي هو مش بتاعه، فالمشاهدات تتحسب له ويبقى الفيديو بتاعه حصري، لان طبعا الخاص او الغير مدرج عدد الساعات بيتخصم يوم او يومين، تلاقي عدد الساعات اتخصم من عداد تحقيق الربح بالنسبة للقنوات اللي هي غير مفعلة. لكن لو رجعوا علني تاني الساعات يوم او يومين بترجع تاني. هنا عندي لوحة البيانات اهي، هنشوف الاحصائيات انها خاصة بكل فيديو على حدة، اللي هي نسبة النقر الى الظهور بتبقى خاصة على كل فيديو على حدة مش على القناة ككل، لان لو جبنا على القناة ككل ندوس على الجمهور مفيش نسبة النقر الى الظهور، ده على القناة ككل مفيش النسبة دي، لكن هي خاصة بكل فيديو على حدة، وبالتالي ملهاش علاقة بقى انك تعمله خاص انها تأثر على نسبة النقر الى الظهور بالنسبة للقناة ككل. طب نيجي نشوف مثلا الفيديو ده، لاني قلت على حدة، كل فيديو على حدة مستوى الوصول للجمهور، هنلاقي ان مرات ظهوره 277 مرة، نسبة النقر الى مرات الظهور 2.5%، يعني من كل 100 ظهر عندهم الفيديو في الصفحة الرئيسية 2.5 مشاهد شافوه، يعني من كل 200 5 مشاهدين شافوه. في ناس بقى بتجيلهم الاشعارات فبيشاهدوا الفيديو، دي برضو مش داخلة بقى في نسبة النقر، النقر حاجة تانية. نيجي بقى نشوف على فيديو تاني، فيديو بتاع سعد الهلالي، وعلى فكرة الفيديو ده انا عامله خاص لانه مش بتاعي وداخل بيه مراجعة، وما بتعمله خاص الساعات بتتخصم، فما يعمل لكش اي مشكلة. فاللي هو بينصح يقول لك الفيديو المعاد استخدامه احذفه حتى لو جاب 1,000,000 مشاهدة، اوعى تحذفه، اعمله خاص وخزنه، ليه؟ ممكن تحتاج له، ينفع تخش المراجعة، فيديوهاتك الحديثة كلها حصرية ليك، عندك فيديو او اتنين محتوى معاد استخدامه ممكن يقبلوك عادي مفيش مشكلة، لان انا كان عندي عدد الساعات 40,000 ساعة من غير فيديوهين فيهم الشك. في الفترة الاخيرة بقى لما دخلت مراجعة عدد الساعات كان 3,400 من غير الفيديوهين دول، فاضطريت ادخل بواحد منهم والحمد لله اتقبل عشان اكمل عدد الساعات. عدد الساعات لما دخلت بواحد منهم وصل عدى 7,000 ساعة، فهم كبار شريح اليوتيوب ما تعرضوش لتجربة المحتوى المعاد استخدامه، المجرب اللي تعرض هو اللي يعرف الحقيقة فين. ده عندنا فيديو اهوت، ماشي، هنجيب بقى الاحصائية بتاعته، ندوس على الاحصائيات مستوى الوصول للجمهور، هنلاقي ان في اخر 28 يوم مرات الظهور 1,400، نسبة النقر 7.2%، يعني من كل 100 7.2 شاهدوا الفيديو، هو ظهر في الصفحة الرئيسية 7.2 من كل 100 شاهدوا الفيديو. ولو جينا نشوف بقى من تاريخ الانشاء هنلاقي ان مرات الظهور كانت للفيديو ده 32,400,000 مرة مرات الظهور، نسبة النقر 3.5%، يعني من كل 100 ظهر عندهم الفيديو في الصفحة الرئيسية 3.5 مشاهد شافوه، يعني 7 من كل 200، ومع ذلك 3.5% دي مش قليلة، دي وصلت عدد مشاهدات الفيديو 1,600,000 مشاهدة، يعني فيديو مليوني، والفيديو ده خاص، انا عامله خاص، ظهر عادي جدا نسبة النقر لمرات الظهور موجودة ما اتحذفتش مع اني عامله خاص. وعشان نفهم اكتر، دي الصفحة الرئيسية لليوتيوب، فبتظهر لنا الفيديوهات في الصفحة الرئيسية بهذا الشكل. بالصدفة كده في اسلام ابو مازن ظهر قصاد اهو، فانا لو اتفرجت عليه من الكمبيوتر كده في التحديثة الجديدة دي اصبحت من نسبة النقر الى مرات الظهور، يعني تتحسب له مشاهدة، بس طبعا مشاهدة لو على الكمبيوتر بدون صوت
على التليفون ممكن بصوت وممكن لا، وما يظهرش اعلانات، لكن لو دوست ودخلت جوه الفيديو هيظهر اعلانات. وبالصدفة جنبه أخوه مصطفى جابر، سبحان الله الاتنين جايين جنب بعض بالصدفة البحتة. وطبعا إسلام أبو مازن صديق مقرب ومن الناس اللي بحبها جامد جدا، ربنا يوفقه يا رب. هو من القنوات اللي بعتبرها قنوات كبيرة ما شاء الله، ربنا يوفقه دايما. أعتقد بكده لمينا الموضوع وقدرنا نجاوب على السؤال. بالنسبة بقى لسؤال أختنا كوكتيل، بتقول أستاذ هشام سؤال، ايه سبب ان جهاز الكمبيوتر بتاعنا كل ما ندخل على اليوتيوب منه يخرج بعد ثواني وتلاقينا على سطح المكتب؟ بنحاول ندخل مرات كتير، التطبيق يقفل لوحده، بقالنا كام شهر مش بنعرف نفتح اليوتيوب على الكمبيوتر. عند حضرتك حل؟ والله يا كوكتيل هو في كذا حل، يعني في حلول بسيطة غير مكلفة وفي حلول مكلفة. فنبتدي الاول بالحلول البسيطة الغير مكلفة، ان انت تغير المتصفح او تحدثيه. يعني انت لو شغالة مثلا على فايرفوكس اشتغلي على جوجل، لو شغالة على جوجل هو طبعا يفضل جوجل، ممكن تجربي الدخول اليوتيوب من الفايرفوكس. بس في معلومات مش عندي، انت حاطة نوع الويندوز ايه، ويندوز 10 ولا ويندوز تاني ولا ويندوز 11، معرفش. عندك حجم الرامات شكلها ايه؟ فاسهل حل وابسط حل حدث المتصفح او غيري المتصفح. فهنفترض ان انت شغالة بمتصفح جوجل، فلو هتحدثي هيقولك الاتي، افتح المتصفح، هتضغطي على رمز المزيد، هتجيبي لمحة من المساعدة، وبعدين تعملي تحديث لجوجل كروم، وبعد كده اعادة تشغيل للمتصفح. لو جينا نطبق الكلام ده عملي، في ثلاث نقط اهو، ننزل على مساعدة ونروح لحولة، ندوس كده هنا علشان انا محدث وباخر اصدار، ما ظهر ليش زرار حدث كروم، لكن انت ممكن يظهر لك الزرار حدث كروم تقومي محدثاه لاحدث اصدار، وبعد كده اعادة تشغيل للمتصفح. ده حل من الحلول. حل تاني، تغيري نسخة الويندوز. وبعدين انت بتقولي لي تطبيق ومش تطبيق، يا ترى عاملة محاكي اندرويد على الكمبيوتر ولا عاملة ايه بالظبط؟ انا مش عارف، ما عنديش فكرة. لكن في عندك مشاكل غيري نسخة الويندوز، دي برضو من الحلول البسيطة. كنت عايز اعرف الرامات عندك قد ايه، ماي كمبيوتر مثلا او جهاز الكمبيوتر، كليك يمين بالفارة بروبرتس اللي هو الخصائص، ندوس عليها هيظهر لي حجم الرامات. انا الرامات عندي 4 جيجا، لو الرامات عندك قليلة كتريها يكون افضل. وزيادة بقى حجم الرامات دي بداية الحلول المكلفة. كمان في حلول مكلفة، والحل ده مهم جدا جدا ولازم يكون عند اي حد عنده كمبيوتر، دي نصيحة، انك هتشتري هارد SSD. الهارد ده بيبقى الكتروني مش ميكانيكي، وتسطبي عليه نظام التشغيل اللي هو نظام الويندوز، يكون مخصص لنظام التشغيل حسب حجمه، كل حجم له سعر. في 240 جيجا، في اكتر. لو مثلا 240 جيجا جزء للنظام وجزء ممكن تستفادي منه. الهارد القديم النظام اللي هو نظام التشغيل بتاع الويندوز نازل على درايف سي، ممكن تفرمطي السي علشان ما يبقاش في نظامين تشغيل في الكمبيوتر. لما تجيبي اللي هو الهارد SSD والله هتدعيلي بإذن الله الكمبيوتر عندك هيبقى طلقة، يفتح بسرعة، يقفل بسرعة، تتصفحي بسرعة، كثير من المشاكل ان شاء الله هتتحل، ان لم يكن كلها. في فيديو هيظهر في البطاقة اهو عن هارد SSD، وهحطه برضو في شاشة النهاية. وانا عارف ان الكمبيوتر لما يعاكس بيخنق وكده وتبقى الحياة مش لطيفة، لكن مع هارد SSD والله هتدعيلي. في النهاية شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.